اول حاجه بتحصل لما بيجي لي دايجنوستس ان انا عندي سرطان ثدي، بيحصل حاجه اسمها مراحل الفقد، زي ما يكون في حد زي اللي بيحصل لو حد توفى او لو حد اترفد او لو حد طلق. اول مرحله من مراحل الفقد دي بتبقى الانكار، الدكتور قال التشخيص غلط، تحاليل اتعملت غلط، انا هعملها في معمل تاني، دي التحاليل مش مظبوطه. دي اول حاجه بخش فيها الحته دي، بقعد الفترات اللي بقعد في كل مرحله بتختلف قوي من حد للتاني. المرحله اللي بعدها الغضب، انا ليه يحصل لي كده، وانا عملت ايه في حياتي، واشمعنى انا، وده انا ورايا مسؤوليات قد كده، طب ليه مش فلانه، طب ليه مش علانه. حتى لو الاسئله دي ما بقولهاش بصوت عالي، انا بسالها بيني وبين نفسي. المرحله الثالثه بتبقى المساومه، انه طب ما يمكن لو عملت اعمال خير كتير الاقي ده راح، او ربنا يغفر لي، او يمكن انا ربنا بيعاقبني على كذا اللي انا عملته، او عشان زعقت لابني، او علشان اتخانقت مع جوزي، او وات ايفر. فببتدي حتى في مرحله مساومه بيني وبين نفسي وبيني وبين ربنا، في اغلب الاحيان بيبقى جزء كبير قوي منها ربنا. المرحله اللي بعد كده بتبقى الاكتئاب، بخش في اكتئاب عنيف جدا، انه انا مش هطلع من اللي انا فيه، وانا هفضل حزينه كده طول عمري، وانا خلاص حياتي خلصت، وانا مبقاش عندي حاجه اعملها ولا اقدمها. اخر مرحله خالص اللي هي القبول. القبول بيبقى فيه زي ويفز، يعني زي كده موجات، موجه من ماشي ما جراش حاجه، اكيد اللي حصل ده خير، او اكيد ده هينقيني، وفي نفس الوقت انا ليه بيحصل لي كده، انا متضايقه وحزينه. ف بس دي مرحلة خلاص أنا قبلت الوضع اللي أنا فيه، وابتديت أتعامل معاه، أوقات بتعامل معاه كويس، أوقات بتعامل معاه مش كويس. الأغلب بيمر بكل المراحل دي. ممكن أعلق ما بين مرحلة والتانية شوية، يعني ممكن أقعد سنة في حتة مثلا المساومة، بس أغلبنا بيمر بكل المراحل دي. بيحصل مشاكل نفسية كده ولا كده، يعني فأني مرحلة فيهم تختلف من حد للتاني، بس كده ولا كده بيحصل شوية مشاكل أو تغيرات نفسية. إن أنا بيجيلي تقلبات في إحساسي بثقة بنفسي، يعني إحساسي بأنه لا أنا هقدر أتخطى الحتة دي، أنا هقدر أتحدى المرض، أنا هبقى كويسة دي، وأنا أقدر أعمل كل حاجة وما جراش حاجة. وفي بقى الوقعة النفسية بتاعت لا أنا مش هقدر، أنا تعبانة، أنا مش قادرة، أنا كده. بيحصل إن أنا بشك في نفسي، إن أنا هل أعرف أبقى أم، هل هعرف أبقى زوجة، هل هعرف أقوم بمهامي، هل هعرف أعمل اللي أنا المفروض أعمله في بيتي، في المجتمع، مع أهلي، صح؟ الشعور التالت أو يعني واحد من المشاعر اللي موجودة هو إحساس شديد جدا جدا بالوحدة، إنه ما حدش حاسس بيا، مش ممكن حد يبقى حاسس باللي أنا بمر بيه غير لو هو شخصيا مر بيه، وحتى لو هو مر بيه مش هيعرف يحس لأنه ظروفه غير ظروفي. بيجي لي إحساس بالخوف، خوف إنه الناس دي هتسيبني وتمشي، أو حتى أنا لو سبتهم ومشيت طب هم هيكملوا حياتهم إزاي؟ بيحصل لخبطة شوية في الإدراك، فبتضايق من نفسي جدا إنه أنا كنت مثلا بفهم الحاجة بسرعة بقيت بفهمها أبطأ شوية، إن أنا كنت بقدر الشورتر ميموري أو الذاكرة القصيرة أو القريبة بنسى كتير، بفتكر القديم بس ما بفتكرش الجديد. يعني مثلا هو انا عملت الاكل بتاع الولاد النهارده ولا لا، هو انا لبستهم ايه، طب وهم نازلين، طب هم دافيانين، طب هم بردانين. فابتدي اسال نفسي اسئله زي، فده بيصيبني باحباط. جزء من اللخبطه اللي بتحصل هي ابص لنفسي في المرايه ببقى مش متقبله، بيحصل تغييرات في شكلي بسبب الادويه اللي باخدها، بسبب الكيماوي لو فيه، بسبب ايا كان ايه نوع العلاج اللي انا باخده. فبيحصل لخبطه في شكلي شويه وتغيير شكلي شويه، فببقى مش متقبله شكلي، فببقى كشه شويه من الناس، مش عايزه اتعامل معاهم قوي لانه مش عارفه هم رد فعلهم عليا هيبقى ايه، ببقى حساسه قوي قوي في الوقت ده. من ضمن اللخبطه النفسيه اللي بتحصل كمان انه بيبقى فيه نوبات من المشاعر العنيفه، يعني ممكن اضحك قوي 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 على حاجه عاديه، وممكن يبقى في عياط هستيري، يبقى في غضب شنيع، يبقى بخبط وبكسر وبتاع، لانه انا مش عارفه اتعامل مع المراحل اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. بيبقى في شعور بالتوتر طول الوقت، لانه طب هو انا اتعالج، طب هو انا مش هتعالج، طب
طب حتى لو اتعالجت هيرجع تاني؟ طب هخف وخلاص؟ طب هفضل؟ طب الفلوس؟ طب هنعرف نصرف على الكلام ده منين؟ طب ده هيأثر على ايه في الولاد؟ فبيبقى في شعور برضو عنيف جدا بالتوتر. الأسرة بتتلخبط زيها زي الأم أو زي الأخت أو الزوجة أو المريضة بالظبط، لأنه بيحصل برضو كركبة في إحساسهم بالشخصية دي. هما بيتعاملوا مع الشخصية دي عادة الست بيعتمد عليها لأنه هي عمود البيت، هي اللي إحنا بناخد رأيها، هي اللي إحنا بنطمن عندها، هي اللي إحنا بنترمي في حضنها، هي اللي إحنا بنعملها حساب. فبيحصل لخبطة برضو، الأسرة بتمر شوية بمراحل الفقد بس بشكل مختلف شوية، إنه هو المفروض أتعامل معاها إزاي؟ طب هي بتعيط كتير، طب هي بتزعل من حاجات ما كانتش بتزعل منها قبل، طب هي بتنسى، طب أتعامل مع ده إزاي؟ فالأسرة بتتأثر جدا. بس أنا مش قادرة قوي أقولك إنه إحنا محتاجين نحط حمل تاني على المريضة، إنه لا أنت محتاجة تفوقي بقى وتركزي عشان خاطر أسرتك، لأنه هي محتاجة تاخد وقتها في الزعل، وهم محتاجين يدوها وقتها في الزعل، ومحتاجين يدوها مساحتها انها تعبر عن حاجه زي كده. انا بشوف انه الفاميلي ثيرابي او العلاج الاسري، انه نروح لحد متخصص كاسره كلنا مع بعض، بيفرق كتير قوي في انه كل واحد بيعرف دوره ايه في حاجه زي كده، وكل واحد بيدي مشاعره المساحه انه تمام انا زعلان، ما جراش حاجه لما ابقى زعلان او انا مخضوض او انا متلخبط، وده هياخد وقته، وانه محتاج يبقى في بيننا مساحه حتى انا والمريضه، انه او لو انا المريضه ولادي يبقى عندهم المساحه ان هم يكلموا معايا في ماما انا خايف او انا مش مطمن، فانا محتاجه استوعب حاجه زي كده، وفي نفس الوقت هم محتاجين يستوعبوا فكره على فكره وانا كمان. وجود الاسره والاصحاب لا غنى عنهم خالص، انه يبقى في، لان في احصائيه او دراسه لسه قاريها قريب بتقول انه نسبة الشفاء عند المريضة بتزيد بنسبة 50%، أو احتمال الشفاء سوري بيزيد بنسبة 50% لو في صحاب، لو في صحاب بيهونوا على الواحد الرحلة والوجع وكده. محتاجين يبقى في بين الأسرة وبين الصحاب زي جدول، إنه مين هيبقى متواجد معها إمتى، من غير ما هي تحس بالتقل، من غير ما هي تحس إنه هي محتاجة تطلب مساعدة أو إن هي محتاجة تعتذر عن وجعها أو عن تعبها. محتاجين نحترم شوية برضو حتة إنه أنا محتاجة أبقى لوحدي الفترة دي، وإن أنا لما أبقى محتاجة حد إن أنا هقول أنا محتاجة حد من غير ما أبقى خايفة أقول إن أنا محتاجة حد. هل محتاجين نروح لأخصائي نفسي من الأول أو لا؟ حسب الأم نفسيتها شكلها إيه. لو لقينا إن هي تخطط قوي من الأول، ما عرفتش، يعني ممكن الأول ده نديها بعد التشخيص من أسبوعين لتلاتة، إن هي نشوف هي عارفة تتعامل مع الموضوع إزاي. لو لقينا إن هي تعبانة، طبعا ناخدها لأخصائي. لو لقينا إن هي عارفة تتعامل معاها، إحنا محتاجين نقرأ، ممكن إحنا نروح لأخصائي عشان نسأل نتعامل معاها بشكل أحسن إزاي. ممكن نقرأ كتير، طبعا اليوتيوب فيديوز ملهاش أول من آخر، إنه إزاي أتعامل مع حاجة زي كده أو مع حد مريض، بالإيه الدعم اللي أنا محتاجة أديهوله. بس مش لازم أفرض على المريضة من الأول خالص أنه لا أنت محتاجة تروحي لأخصائي نفسي، لأنه ممكن هي تبقى مش مرتاحة الفكرة، أو ممكن هي تبقى محتاجة وقت الأول أن هي تستوعب الفكرة عشان تستوعب أن هي محتاجة مساعدة. أنا محتاجة أدي قبول، دي أكتر حاجة محتاجاها المريضة في الوقت ده من أسرتها، قبول. قادرة تعملي كذا كان بها، برافو عليكي. مش قادرة تعملي كذا، ما جراش حاجة، ريحي، خدي وقتك. عايزة تقفيها نفسك الأوضة وتضلمي وتحزني، ما جراش حاجة، هنبص عليكي كل شوية نطمن ان انت لسه بخير. اللي انت محتاجاه قوليه واحنا هنقبله. انا محتاجة اديها هي الأولوية، انا محتاجة اديها هي الأولوية انها تشعر باللي هي هتشعر بيه، تعدي بالمراحل اللي هي هتعدي بيها. انا محتاج اثقف نفسي عشان اعرف انا ادعمها بالطريقة اللي هي محتاجاها. بداية التشخيص بيبقى صعب شوية، ان انا اقول طيب كمان فوق بقى الخضة بتاعت التشخيص بتاعت المرض نفسه، لا تعالي ما اخدك من ايدك واديكي لدكتور نفسي، دي هتبقى خضة فيها شعور باليأس، هيديها شعور باليأس اكتر شوية، او بالعكس كمان اكتر شوية. استنى لما هي تطلب، زي ما بقولك يعدي اسبوعين او ثلاثة، لو لقينا انه هي مش عارفة تقوم او تبتدي تستوعب او تبتدي حتى تتعامل، يبقى ساعتها هبتدي اقول لها تعالي ان احنا نروح لدكتور.
ملوش وقت محدد قوي، بتفرق من شخصية للتانية، بس أنا رأيي إنه مثلا بعد التشخيص بشهر، حسب طبعا التشخيص شكله إيه، بس بعد التشخيص بأسبوعين لشهر نبتدي نقول لأ إحنا محتاجين دعم، أنت زي الفل وكله تمام، بس محتاجين لو هناخد بس نصايح. وفي فرق ما بين اخصائي نفسي وما بين دكتور نفسي. الاخصائي النفسي ما بيكتبش ادويه كده ولا كده، انت بتروح تتكلم معاه وهو بيديك زي ارشادات تتعامل مع نفسك ازاي، ما تبقاش نصايح قد ما هي بتبقى ارشادات، تتعامل مع نفسك، تتعامل مع اولادك ازاي، ممكن ينور لك لمبه معينه ما كانتش متنوره في دماغك لانه هو بعيد، فبيبقى في حاجه اسمها زي هليكوبتر فيو، وانا ببقى شايف الدنيا من فوق اكتر، فاعرف اديك دايركشن او توجه معين انت ما كنتش واخد بالك منه قبل كده. الدكتور النفسي اللي هو بيكتب الادويه، مش شرط على فكره، هي فكره الادويه المكلفه ما بقتش، لانه الادويه بقت دلوقتي في متناول ايد ناس كتيره قوي قوي، ما بقتش مكلفه زي ما كانت زمان. الحاجه الثانيه انه الدكتور لانه هو نفسه خريج طب، فهو عنده خلفيه عنيفه جدا عن ايه اللي هينفع وايه اللي ما ينفعش، وايه اللي هيتقل عليكي وايه اللي مش هيتقل عليكي، وايه اللي هيمشي وايه اللي هيجيب نتيجه ولا لا. فالدكتور النفسي ما تخافيش منه ابدا في حته انه لا انا مش ناقصه ومش قادره ولو اعراض جانبيه، اسالي كل الاسئله اللي انت عايزه تساليها. اوعي تفتكري ان الدكتور النفسي انت بتروحي له ساكته او بتقولي جملتين وهو بيشخص حالتك ويكتب لك ادويه زي ما هو شايف، انت ليكي كل الحق ان انت تسالي كل الاسئله اللي انت عايزاها، تاخدي وقتك زي ما انت عايزه. هو ده هيوقع شعري، هو ده هيتخن، هو ده هيرفع، هو ده هياثر في شهيتي عامه للحياه، هو ده هينيمني، هو ده هيفرق في تركيزي. ليه الحق ان انا اسال الاسئله دي كلها، وليه الحق ان انا اساله تكلفتها قد ايه؟ انا مش عايزه حاجه تكلفني كتير، لان احنا اصلا منهكين في التكلفه. اساس المشاكل الخوف، يعني اساس اللخبطه او المشاكل النفسيه اللي ممكن تواجه السيده المتعافيه هو الخوف. الخوف من اني ارجع اعيا تاني، الخوف من او الخوف على الخوف المفرط على اولادي، انه لا ما تخرجش، لا ما تتاخرش، لا ما تحطش الاكل في الميكرويف لان الميكرويف بيعمل مش عارفه ايه، لا ما تاكلش بره عشان شاف الاكل بره بيعمل ايه، فببتدي شويه اخنقهم. في حته تانية بتبقى مخيفه برضو، هي ان انا ارجع للحياه الطبيعيه ازاي، انا مش فاكره حياتي الطبيعيه كان شكلها ايه. انه رحله العلاج بتبقى طويله وبيبقى فيها تغيرات عنيفه جدا، فانا مش فاكره هو انا كنت بتعامل معاكم ازاي قبل كده، طب هو انا كنت بقوم انا بكل حاجه ولا انتوا كنتوا بتعملوا معايا الحاجات في البيت، هو انا مش لازم ارجع زي ما كنت علشان هم كانوا مرتاحين على الشكل ده، هم كمان حصل لهم تغييرات في الوقت ده، هم كمان تقبلوا حاجات ما كانوش بيتقبلوها قبل كده وانا ما كنتش عارفه اقنعهم بيها او ما كنتش عارفه امشيها في البيت. فبالعكس تعالي نشوف ايه التغييرات اللي حصلت ونستغلها، وبالعكس ننبسط بيها، انه طب انتوا بقيتوا دلوقتي تعرفوا تطبخوا، انتوا عليكم الغدا النهارده، او اعملوا لي السلطه، او مثلا انشروا لي الغسيل علشان انتوا بقيتوا بتعرفوا مش عشان انا محتاجه. في حته تانية بخاف انها بتبقى باظت شويه، هي التواصل، التواصل بيني وبين الولاد وبيني وبين جوزي وبيني وبين اهلي، انه انا ببقى فقدت شويه حته التواصل، لانه اغلب الحوار بيدور حوالين المرض، وده خطا من الاخطاء اللي احنا محتاجين نتفاداها. مش مطلوب من الاسره ان هي ما تتكلمش غير في المرض، المرض ده جزء من حياتنا، بس احنا محتاجين نخلي حياتنا ماشيه عشان حتى مصلحتها هي، انه ممكن نتكلم في السياسه، ممكن نتكلم في انا جوزي يروح يحكي لي عن شغله، مش لازم انه عشان ابقى بحترم تعبها او بحترم مرضها ان انا ما بكلمش غير فيها، دي المساحه اللي هي تتكلم فيها قد ما هي عايزه، بس كمان انا محتاجه افكرها انه لا احنا محتاجين نتكلم عن حياتنا، احنا محتاجين انه انت تبقي جزء من حياتنا زي ما كنتي، مش ان احنا كلنا هنتحول الى جزء من المرض. من ضمن كمان المخاوف بتاعت الام هي انه او بعد التعافي، يعني ان انا بروح اعمل تشيك ابس كل 3 او كل 6 اشهر حسب الدكتور، في كل مره ببقى رايحه في حاجه زي كده ببقى خايفه، وده بتوتر قبل ما اروح، فببقى عامله شويه جو متوتر في البيت. انا بنصح ان احنا نقول انا عندي تشيك اب مثلا كمان اسبوع او كمان اسبوعين، انا شايله هم، ادعوا لي، انا محتاجه الدعم من شكل الدعاء.
محتاجة الدعم في شكل ان انتوا ادوني فرصة ان انا ابقى متوترة شوية او يمكن ابقى غايبة عنكم شوية حتى في دماغي الفترة دي، هتلاقوني كشة جوه نفسي، ما تتخضوش ما تزعلوش. لما بعرف اللي قدامي مشاعري اداني، بالعكس بكسب تعاطفهم، بكسب سندتهم اكتر بكتير قوي، بيبقوا مخضوضين، انتي بتعملي معانا كده ليه، انتي بقيتي كويسة. ببقى خايفة ان انا بقى ورثت بنتي المرض، فابتدي شوية يبقى عندي هوس في حتة انه طب انا هروح اعمل تشيك اب، انا عايزاكي تيجي معايا لان انا عايزاكي انت كمان تعملي تشيك اب. ده بيهدى بالوقت لما ان شاء الله فترة التعافي تزيد، ولما انا احس انه لا انا حياتي الطبيعية رجعت لشكلها الطبيعي. علميا في دراسات كتيرة قوي اثبتت انه بشكل فعال الدعم النفسي بيفرق قوي قوي في قدرتي على التغلب على المرض. هل هو العامل الوحيد؟ اطلاقا. هل هو عامل كبير قوي؟ اختلفت الدراسات، انما هو عامل مهم اكيد. حابة اقول لها انه اللي انت محتاجة تطلبيه، ما تنصبيش الفخ اللي حواليكي انه لا ما هو لو حاسين بيا كانوا عملوا لوحدهم. انا بعمل اللي اقدر عليه واللي حواليا بيعملوا اللي يقدروا عليه، حتى لو اللي هم بيقدروا عليه ده بالنسبه لي مش صح، يبقى انا هوجه، انا هقول انا محتاجه في الوقت ده ادوني مساحه اني اغضب او ادوني مساحه اني اعيط. لو لقيتوني زعلانه ده ما يخصكوش، ده يخصني انا او يخص اللي بيحصل جوايا، ولما اقدر اتكلم ادوني مساحه برضو ان انا اتكلم في حاجه زي كده. محتاجه بس اقول للناس اللي حواليا من فضلكم بلاش فكره التكفير، انه ان انا اكفر اللي قدامي انه ده عدم ايمان بربنا او هو انت عملت ايه عشان تستاهلي حاجه زي كده. بلاش نخش معاهم في الحته دي لان هم داخلين في الحته دي لوحدهم مع نفسهم. ان انا اجاوب على الاسئله او ان انا اسمح لها اصلا انها تسال على الاسئله واقول لها ما عنديش اجابه، ده بيحصل لي حقيقي ما عنديش اجابه، بس انا موجوده، بس انا في ظهرك، بس انا هسندك في الحاجه اللي انت محتاجاها. في الوقت اللي انت فيه تعبانه بعد علاج معين معاكي للاخر، ما تشيليش هم الفلوس، ما تشيليش هم البيت، انا محتاجه اشيل عنها همومها لغايه لما هي تقدر تقف على رجليها. عايزه اقول لها سلامتك، وعايزه اقول لها هتعدي، وعايزه اقول لها ان شاء الله كل خير هتلاقيه في بيتك وفي ولادك، وعايزه اقول لها ما تشيلنيش نفسك ذنب مش بتاعك.